الأرصاد الجوية بتتوقع أن النهاردة يكون الطقس مائل للبرودة بالليل، وكمان يكون مائل للبرودة في الصباح الباكر، وهيكون معتدل نهارا على شمال البلاد ولغاية شمال الصعيد، وهيكون حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية. يا دكتورة منار، صباح الخير على حضرتك وجمعة مباركة. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. جمعة مباركة على الجميع يا رب. السوشيال ميديا كلها بتقول ان النهاردة الجو هيكون صعب جدا، وكل الناس قاعدة مترقبة ايه اللي هيحصل. انا عارفة ان في منخفض جوي، بس فعلا هيكون مؤثر للدرجة دي؟ بالفعل، يمكن احنا من الساعات الاولى من فجر اليوم بدأت حالة عدم استقرار في الاحوال الجوية في بعض المحافظات، منها طبعا المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، تحديدا في محافظة مطروح وكمناطق كمان من البحيرة وكفر الشيخ، لأن احنا بالفعل بدأنا نتأثر بتعمق منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، وأيضا كتل هوائية رطبة على البحر المتوسط. العوامل دي هتؤدي لوجود أمطار مؤثرة بشكل كبير، وخاصة في سواحلنا الشمالية. كميات الأمطار اليوم هتكون أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة والرعدية على مناطق من سواحلنا الشمالية الغربية، تحديدا مطروح، العلمين، الإسكندرية، مناطق من شمال الوجه البحري زي البحيرة، كفر الشيخ، مناطق كمان من الزقازيق، وأيضا محافظة الغربية. الأمطار هتمتد للمحافظات الداخلية بكميات أقل، فهتكون أيضا أمطار خفيفة المتوسطة والرعدية على مناطق من المنوفية والغربية، مناطق كمان من محافظة الإسماعيلية. وخلال فترة المساء إن شاء الله النهاردة هتمتد المناطق متفرقه من القاهره الكبرى، لكن طبعا هي اكثر المحافظات تاثرا بالامطار هي المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط. كميات الامطار هتكون ازيد من الايام الماضيه بشكل كبير. مع الامطار الموجوده معانا النهارده هيكون كمان في طبعا انخفاض طفيف جدا في قيم درجات الحراره خلال فترات النهار، لان طبعا المنخفض الجوي هيعمل على وجود بعض السحب المنخفضه والمتوسطه اللي هتحجب جزء من اشعه الشمس، فبالتالي هتساعد ان قيم درجات الحراره تكون منخفضه. وعظمى فتره النهار على القاهره الكبرى هتكون ما بين 24 ل 25 درجه مئويه فتره النهار، فهنلاقي اجواء فتره النهار اجواء معتدله بشكل كبير في معظم المحافظات الشماليه، يمكن لحد محافظات شمال الصعيد، مائله للحراره الحاره في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار، وطبعا فترات الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس. البروده ما زالت موجوده معانا خاصه في ساعات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر، اجواء مائله للبروده، وخاصه كمان هنلاقيها اكثر محسوسه في المدن الجديده، الاماكن المفتوحه بشكل كبير، او حتى المحافظات اللي كلها ظهير صحراوي. يعني احنا هنلاقي في محافظات شمال الصعيد صغرى فتره الليل تكون 14 و15 درجه مئويه، فخلاص البروده موجوده فترات الليل. مهم جدا بس ناخد بالنا من كميات الامطار، لان دي تعتبر اول في الاحوال الجويه مؤثره في فصل الخريف، ومستمره معانا كمان لمده عدد ايام، يعني مستمره معانا على الاقل يوم الاثنين اللي جاي. استمرار سقوط الامطار ده ممكن يسبب بعض الازمات في الاماكن الداخليه، فلازم ناخد بالنا بقدر الامكان، لازم تكون القياده للحكام مع تصحيح الامطار خاصه في الاماكن الشماليه بشكل كبير. مهم كمان نبتعد تماما عن اعمده الاناره وبشكل كهرباء، ومهم نوعيه الملابس. خلاص الملابس لازم تكون ملابس خريفيه خاصه، او نقول شتويه خفيفه في الاوقات اللي احنا بنخرج فيها، خاصه فتره الصباح الباكر او ساعات الليل المتاخر. زي ما بنقول ان الامطار مستمره معانا كمان على الاماكن الساحليه بشكل كبير، غدا السبت ان شاء الله، وكمان يوم الاحد يمكن كمان كميتها تزيد. دكتوره منار، شغالي بلادي. تمام، ربنا يسلم ان شاء الله، اليوم يعدي على خير، وان شاء الله الامطار اللي تكون موجوده مش ما تكونش يعني مؤثره بشكل كبير وتعطل اي شيء. كل شكر ليكي الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده في القاهره وفي المحافظات. نبداها بالقاهره اللي العظمى فيها 25 والصغرى 18، العاصمه الاداريه 26 16، الاسكندريه 24 21، العلمين الجديده 23 20، مطروح 23 20، دمياط 24 19، بورسعيد 25 19، والإسماعيلية 27 16.
السويس العظمى فيها 27 والصغرى 17، العريش 26 والصغرى 17، كاترين 22 والصغرى 8 درجات، طابة 24 18، حلايب 27 22، شلاتين 28 20، شرم الشيخ 28 21، والغردقة 27 20. كل ما بنتجه جنوبا كل ما درجات الحرارة بترتفع، ولكن بما أننا في فصل الخريف درجات الحرارة ما زالت يعني في الرينج أو في المتوسط المطلوب. الفيوم العظمى فيها 25 والصغرى 16، بني سويف 25 16، الوادي الجديد 27 11، أسيوط 26 13، سوهاج 27 16، قنا 29 16، الأقصر 30 17، وأسوان العظمى فيها 29 والصغرى 17. بناخد بالنا ان في المحافظات الجنوبيه في فرق كبير في درجات الحراره ما بين درجات الحراره في النهار ودرجات الحراره بالليل، يمكن بالليل الجو بيكون بارد او بيميل للبروده، نبقى عاملين حسابنا وناخد بالنا كويس.